القطار تروي. مرحبا تروي، إنك تمرح، احترس. هاي تروي، الطريق مليء بالمطبات هنا. أنت محق، نحتاج أن نتجه إلى مدينة السيارات ونطلب مساعدة أحد الأصدقاء في تسوية الطريق. حسناً، لنذهب للعمل. انظر إلى هذه الصناديق تروي، كل واحد منهم يحتوي على عربة مختلفة. أيهما سيساعدنا في تسوية الطريق تروي؟ أوه، تعتقد أن المدحلة البخارية يمكنها فعل ذلك؟ هيا لنأخذه إلى طريق المطبات ونفحص إمكانية ذلك. حسناً تروي، ها هو. عظيم تروي، هيا لننطلق. دعنا نقوم بإنزال القطع أولاً. هل هناك شيء مفقود تروي؟ بالتأكيد، نحتاج الأسطوانة. واو، لقد انتهينا تقريباً. مرحباً أيتها المدحلة البخارية، سعيدون برؤيتك. ما اسمك؟ ستيف؟ أهلاً بك في مدينة السيارات ستيف. تروي، وظيفة ستيف هي تمهيد الأسطح عن طريق أسطوانته الثقيلة. هل تعتقد أنه يمكنك مساعدتنا في حل المشكلة ستيف؟ استعمل أسطوانتك لدحرجتها على المطبات. هذا كل ما في الأمر ستيف. حسناً ستيف، أنت على وشك الانتهاء. لا تنسى هذا المطب. ستيف، الجرافة بيلي يحتاج مساعدتك في تسوية جزء آخر من الطريق. لنذهب إليه. أوه، واو، ما كل هذه الفوضى؟ هل تستطيع المساعدة ستيف؟ واو، شكراً جزيلاً ستيف. الطريق الآن أفضل بكثير. وداعاً ستيف، نراك لاحقاً.
وداعاً تروي، نراك في المرة القادمة. القطار تروي. مرحباً تروي، إنه يوم جميل. ما رأيك أن نذهب إلى البحيرة للاستجمام؟ انظر، إنه بوبي. إنه يوم رائع للإبحار. ماذا هناك؟ تروي يريد أن يعرف ما المشكلة. هناك تصدع والماء يدخل من خلاله. أوه عزيزي، فكرة رائعة تروي. يفضل أن نذهب لتيدي ونحضر مركبة يمكنها مساعدة بوبي. نأسف لمقاطعتك تيدي، لكن بوبي القارب لديه تصدع والماء يدخل من خلاله. هل يمكنك المساعدة؟ ممتاز. ما نوع هذه المركبة تيدي؟ اختيار موفق. الرافعة يمكنها سحب بوبي إلى الشاطئ. أحسنت عملاً. لننطلق إلى البحيرة ونقوم بتجميع الرافعة. نراك لاحقاً تيدي. حسناً تروي، لنرى ما يمكنك فعله. هل ننزل القطع أولاً؟ مرحبا يا صديق، ما اسمك؟ شارلي؟ سعيدون بمقابلتك شارلي. شكرا لقدومك لمساعدتنا. لدينا مهمة لك. بوبي القارب يغرق ويحتاج مساعدة لإخراجه إلى الشاطئ. هل يمكنك المساعدة؟ حاول مجدداً شارلي. لقد اقتربت منه. بوبي، حاول دفع نفسك قليلاً قدر استطاعتك. أحسنت عملاً. تروي، هل لديك شيء ليساعدنا على إصلاح بوبي ليتمكن من الرجوع للماء؟ لديك؟ ممتاز. أحسنت عملاً تروي. أعتقد أنه قد حان وقت إرجاع شارلي إلى المخزن. شكراً، نراك لاحقاً. وداعاً تروي، نراك في المرة القادمة.